كواليس كواليس كواليس. حامد، ايه اكتر موقف كوميدي حصل لك اثناء التصوير؟ كان في المشهد اللي هو ببيع فيه العسليه ده المفروض. عسليه عسليه تقدرش ولا ايه؟ عشان ايه مفيش حد راضي يشتري عسليه. واحنا بنصور المشهد في مره، بس دي اللي ما اتخدتش يعني في التصوير. في راجل كبير كده كباره، فالكاميرا محطوطه هنا وانا واقف هنا كده، فالمفروض ما يجيش يقف قدامي، يعني ما يقفش في وش الكاميرا، يعني هيطلع بقفاه اصلا، فاهم يعني؟ حتى لو عايز يطلع بوشه يطلع بقفاه، هيغطي وشك ومش يعني ولا يعني ما ينفعش نفسه ولا وضرني، يعني ما عملش حاجه. فانا واقف عسليه عسليه، المفروض محمود قال يا جماعه ما حدش يجي يشتري عسليه، كله يمشي، عشان انا افضل اللي هو الحال واقف يعني. عسليه عسليه، هو مال عسليه الناس راحت تشتري، فقام هو فجاه لقيت الناس كلها جايه، فلقيت الراجل ده واقف كده وعمال هو مش مركب مايك حتى، فعمال يتكلم معايا بيقول لي كام عسليه دي؟ قلت له عسليه، انا مش شايفه انا عايز انجز، انا عايز يزهق ويمشي. بوظ المشهد. انا ليه بقى؟ لاني بشيل الترابيزه وبشيل الحاجات دي كلها وبطلع على اول الشارع وامشي كل ده وبعدين احطها وبعدين افضي العسليه، فمش عايز اعمل تاني نفس الحاجات يعني. راكور احنا كنا بنعيد فعلا، فشيل وانا كنت اعتذر له معلش احمد انا اسف، اشيل الترابيزه واشيل الترابيزه واشيل الشوال واروح لاول الشارع فايدي وقفت خلاص، فالراجل جه واقف، فقلت له عسليه هتشتري حاج؟ قال لي بكام يعني العسليه دي عامله كام دي؟ قلت له شيرة ولا منهدى يابا؟ انجز شيرة ولا منهدى؟ نعيد تاني. قال لي بكام؟ قلت له اتكل على الله يا عم، اتكل على الله. كملت المشهد خلاص، عامل ايه طيب؟ لما يبقى الديكور شكله حلو وفي تغذية بصرية، فأنا حرام ابتدي المشهد من أول الحوار. يعني المشهد كنت أنا كاتبه عسلية، أنا بادئ كده على طول وهو واقف. لا ده الحارة شكلها حلو جدا، الصورة شكلها حلو. فأجيب حامد بقى بالترابيزة ويحط ويحط البتاع ومتضايق. عامل تغذية بصرية. بالظبط. فا يعني لا الراجل ده كان انا مش اول ما فؤاد جه تمام، فالمفروض في مشهد هنا، بيقول لي ايه ده انت بتعمل ايه هنا؟ انت سبت المعلم نجدت، ففي حوار، فالراجل ده لسه واقف. طب انا خلاص بقى انا كده بلوك، الزاويه بتاعتي مقفوله. لكن في مشهد برضه شيرة ولا منهدى في العزاء بتاع ابن الشيخ طلب عمر. فالمفروض انا بقول لهم عند الجمله دي، هنقول الجمله دي هتقوموا البقاء لله البقاء لله، فكله خرج. المفروض في مشهد بقى يحصل بين الشيخ طلب ويونس يعني وعرفه، فحد واقف كده قعد ولا واقف انت من العيله يا حاج؟ انا قدام المونيتور. هو انت ليك دور وانا نسيه طيب ولا؟ فراح يونس راح مسلم عليهم اتفضل، راح عمله في كتفه كده راح خرج. ما نجيلكش حاجه بقى، اتكل على الله. استعد المشهد نعمل ايه تاني؟